الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا الإخلاص والسداد في القول والعمل. القاعدة 47. القاعدة 47: إذا كان سياق الآيات في أمور خاصة وأراد الله أن يحكم عليها، وذلك الحكم لا يختص بها بل يشملها ويشمل غيرها، جاء الله بالحكم العام. وهذه القاعدة من أسرار القرآن وبدائعه، وأكبر دليل على إحكامه وانتظامه العجيب. وأمثلة هذه القاعدة كثيرة، منها لما ذكر الله المنافقين وذمهم واستثنى منهم التائبين، فقال: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. فلما أراد أن يحكم لهم بالأجر لم يقل وسوف يؤتيهم أجرا عظيما، بل قال: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، ليشملهم وغيرهم من كل مؤمن، ولئلا يظن اختصاص الحكم بهم. ولما قال: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، إلى قوله: أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، لم يقل وأعتدنا لهم للحكمة التي ذكرناها. ومثله قوله تعالى: قل الله ينجيكم منها، أي هذه الحالة التي وقع السياق لأجلها ومن كل كرب. رائع جدا. القاعدة 47 تتحدث عن مسألة السياق. إذا كان سياق الآيات في أمور خاصة وأراد الله أن يحكم عليها، وذلك الحكم لا يختص بها بل يشملها ويشمل غيرها، جاء الله بالحكم العام. هذه يسمونها في البلاغة الإظهار في موضع الإضمار. الإظهار، قاعدة الإظهار في موضع الإضمار، هذه قاعدة بلاغية. ما فائدتها؟ فائدتها قالوا الإظهار الاهتمام والتأكيد والعناية بالأمر. مثال ذلك هنا مثل قوله سبحانه وتعالى، هنا يعني يذكر المنافقين، فقال: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. كويس. ثم قال: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ولم يقل إلا الذين تابوا وأصلحوا وأخلصوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتيهم الله أجرا عظيما. ولم يكتفي بالضمير هنا، ولم يقل سوف يؤتيهم الله أجرا عظيما، ولو قال ذلك لدل بوضوح، اكتفى بالضمير. والعرب تحب الاختصار والإيجاز في المكان الذي يصلح فيه أن تقول، أن تعبر بالضمير، لا تعبر بالاسم الظاهر لأنه أخصر. أصلا باب الضمائر كله في اللغة العربية الهدف منه الاختصار. التنوين من أنواع التنوين الرئيسية، يسمونه التنوين العوض، صح؟ تنوين العوض. وأحيانا يكون التنوين عوض عن مفردة أو عوض عن جملة، فبدل ما تكرر الجملة تأتي بالتنوين. مثلا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ثم قال: وكلا وعد الله الحسنى. وكلا، هذا التنوين هذا هو عوض عن جملة، بدل ما يقول، نعم، وكل من أنفق من قبل الفتح ومن أنفق من بعد الفتح سوف يؤتي الله أجرا عظيما، فاستعاض عن هذه الجملة الطويلة بالتنوين فقال: وكلا وعد الله الحسنى. فالعرب تحب الإيجاز، والبلاغة هي الإيجاز. البلاغة هي الإيجاز، ليست التطويل. ولذلك يذكرون موقف أحد الخطباء العرب، كان يخطب وأطال، فتضايق أحد الأعراب فقال: يا أعرابي، ما البلاغة فيكم؟ البلاغة عندكم وش هي؟ قال: البلاغة الإيجاز. قال: فما الفهاهة؟ قال: ما أنت فيه. يعني يقول: وش البلاغة؟ قال: البلاغة الإيجاز.
قال ما هو العي والفهاهة؟ يعني قال اللي أنت تسويه هذا، أشغلتنا وطولت علينا. نعم، فالعرب تحب البلاغة، تحب الإيجاز، ولذلك الضمائر كلها مبني هي علشان الاختصار. العرب جاءت بالضمائر كلها عشان تختصر. والتنوين العوض ليس هذا دليل على كسل العرب، وإنما دليل على ذكائهم وأنهم يفهمون باللمحة. ولذلك يقولون الحر تكفيه الإشارة، صح؟ أيوة. ذلك هناك مبحث جميل للجاحظ في كتاب الحيوان، يقول أن هناك فرق في القرآن الكريم لو تأملتموه بين خطاب الله سبحانه وتعالى للأعراب وخطاب الله لأهل الكتاب. فالأعراب لأنهم على السليقة وأذكياء يكتفي الله في خطابهم باللمحة، وأما أهل الكتاب فإنه يطيل في الخطاب لهم، يطيل ويكرر لأنهم ليسوا كالأعراب في الفهم. طيب، هنا يقول هو أن الله سبحانه وتعالى إذا كان السياق يتكلم عن أمور خاصة ثم أراد أن يذكر حكما لا يخص هؤلاء فإنه يظهر في موضع الإضمار، كما قال هنا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. فبدل أن يقول وسوف يؤتيهم الله يأتي بالضمير، لا، جاء بالاسم الظاهر. لماذا؟ قال حتى يعلم السامع أن هذا الحكم ليس خاصا بهم، وإنما هو مرتبط بالصفة وهي صفة الإيمان. فكلما كان الإنسان مؤمنا وكلما زاد إيمانه زاد الأجر الذي يعطيه الله سبحانه وتعالى إياه. فقال وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، فيدخل هؤلاء ويدخل كل مؤمن. واضح يا شباب؟ هذا هو مقصود بهذه القاعدة. مثلا في قوله إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، ثم قال أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا أليم، ولم يقل وأعتدنا لهم عذابا أليم. لماذا أظهرت يا رب في موضع الإضمار؟ قال حتى يعلم أن هذا العذاب لهم بسبب الكفر، فهو ليس لهم فقط وإنما لكل الكافرين، فيدخلون فيه دخولا أوليا ويدخل معهم كل من اتصف بصفة الكفر. واضح يا شباب؟ الحمد لله. ها؟ هذه قاعدة توضح يعني لماذا يأتي الإظهار في موضع الإضمار، فهي قاعدة بلاغية في الحقيقة، قاعدة بلاغية تفيد في ثراء المعنى التفسيري لكنها لا تفيد في بيان التفسير ابتداء. أنتم تتحسسون أظن، صرت خلاص ما خليت ولا قاعدة هنا في الله. طبعا أنا أقصد يا زملائي وشباب والأخوات، أقصد بتنبيهاتي هذه أن أرسخ في أذهانكم، هذه مسألة تهمني جدا، لأني أنا أدرس أنا قواعد التفسير لطلاب الدكتوراه من 7 سنوات تقريبا، فأريد أن يترسخ هذا المفهوم في أذهانكم. قواعد التفسير هي قواعد خاصة، قواعد خاصة، وهي القواعد المؤثرة في بيان المعنى ابتداء. كل ما ليس بهذه المثابة لا يسمى قاعدة تفسير. واضح هذه النقطة؟ سمها أي شيء، سمها تنبيهات، سمها لطائف، هي مفيدة لكنها ليست قاعدة تفسير. ونحن بهذه الطريقة نضبط العلم، نضبط العلم، فلا نخلط الأمور، لأن الحديث في أصول التفسير وفي قواعده حديث دقيق ومركز، وإذا لم نركز نحن ونتعلم الضوابط الدقيقة في مثل هذه الدورات فمتى نتعلمها؟ أليس كذلك؟ أما بالإمكان أني أنا أعلق على هذه القواعد وأخليها زي ما هي قواعد وتمشي الأمور، لكن الصواب هو لا، وضع الأمور في نصابها. هذه تنبيهات، هذه تفسير موضوعي، هذه قاعدة تفسير، هذه قاعدة ترجيح، هذه كذا، حتى يتضح الأمر. ونحن نتعلم كل يوم يعني شيئا جديدا ونستفيد من هذه المعلومات التي تتجدد وتظهر. طيب، القاعدة 48. القاعدة 48: متى علق الله علمه بالأمور بعد وجودها كان المراد بذلك العلم الذي يترتب عليه الجزاء، وذلك أنه تقرر في الكتاب والسنة والإجماع أن الله بكل شيء عليم، وأن علمه محيط بالعالم العلوي والسفلي والظواهر والبواطن والجليات والخفيات والماضي والمستقبل، وقد علم ما العباد عاملون قبل أن يعملوا الأعمال، وقد ورد عدة آيات يخبر بها أن شرعه كذا أو قدر كذا،
ليعلم كذا. فوجه هذا أن هذا العلم الذي يترتب عليه الجزاء، وأما علمه بأعمال العباد وما هم عاملون قبل أن يعملوا فذلك علم لا يترتب عليه الجزاء، لأنه إنما يجازى على ما وجد من الأعمال. وعلى هذا الأصل نزل ما يرد عليك من الآيات، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. وقوله: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وقوله تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب. قوله تعالى: وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقوله: لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. وما أشبه هذه الآيات كلها على هذا الأصل. أحسنت. هذه ضابط من ضوابط تفسير هذه الآيات، وهو أن الله سبحانه وتعالى إذا علق علمه بالأمور بعد وجودها كان المراد بذلك العلم الذي يترتب عليه الجزاء. لماذا؟ لأن المفسرين عندما يأتون لتفسير هذه الآيات يقع بينهم الاختلاف. فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. لماذا؟ قال: ليعلم الله من يخافه بالغيب. ليعلم الله من يخافه بالغيب. نحن نقول في وصفنا لعلم الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى علمه ليس كعلم المخلوقين. علمنا نحن المخلوقين مسبوق بجهل، صح؟ كنا جهلة وأصبحنا تعلمنا، ثم بعد ما نتعلم ننسى، زي ما قال واحد من الشباب قبل شوية يقول: أنا أقرأ وأنسى. فأنت ممكن يا أبو وليد تعلمت وقرأت فعلا، لكن بعدين أسألك تقول: والله ما أدري. فإذا شرحت لك تقول: والله مرت علي فعلا، طيب وين راحت؟ نسيت. فهذا هو الإنسان. وما سمي الإنسان إلا لنسيه، ولا القلب إن أنه يتقلب. وقال: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. وقال: نسي آدم فنسي الذرية. والنسيان نعمة بالنسبة لنا، لأن لو كنا ما ننسى شيء كانت مشكلة، كانت المصائب التي نقع فيها ما تروح من الذاكرة ودائما تعكر عليك مستقبلك. لكن النسيان نعمة، لكنه في العلم مشكلة. لكن علم الله سبحانه وتعالى ليس كذلك. فالله سبحانه وتعالى علمه غير مسبوق بجهل، ما هو كان ما يعرفه بعدين عرف، لا. ثانيا أنه غير متبوع بنسيان. الله سبحانه وتعالى: لا يضل ربي ولا ينسى. حلو. بل أشد من ذلك، علم الله سبحانه وتعالى يتعلق بالمعدوم، بل يتعلق كما يقولون يتعلق بما كان وما لم يكن. وما لم يكن لو كان كيف يكون؟ وقد ذكر الله هذا في القرآن، قال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هم لن يردوا، لكن الله يقول: حتى لو رديناهم كذابين، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فهو يتعلق علمه بما لم يكن، لو كان كيف سيكون؟ فعلم الله واسع. طيب كيف نفسر هذه الآيات إذن عندما يقول الله: ليعلم الله من يخافه بالغيب، لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه؟ هل معناتها أنك ما كنت تعلم وبعدين تعلم؟ قال: لا، هذه القاعدة تعالج هذه المسألة، هذه القاعدة تعالج هذه المسألة. ما معناها؟ قال الشيخ هنا: متى علق الله علمه بالأمور بعد وجودها كان المراد به العلم الذي يترتب عليه الجزاء. يعني كأن معناها: ليعلم الله من يخافه بالغيب فيجازيه ويكرمه، ومن لا يخافه بالغيب فيعاقبه. الآن عندما تدخل طلابك في الاختبار، هل تستطيع أن تعطيهم درجات قبل أن ترى الإجابات؟ ما تستطيع، لأن هذا ينافي العدل. لكن أنا سأخضعكم الاختبار، أصحح الأجوبة ثم أعطيكم درجات بناء على الأجوبة. لكن ألست من قبل أعرف أن هذا ممتاز ومجتهد وذكي وكل أسئلة يجاوب عنها، وهذا الآخر رجل كسلان ولا صح؟ أستطيع من دون اختبار أحكم، لكن مقتضى العدل يقتضي أنني ما أحكم حتى أشوف العمل.
فالله سبحانه وتعالى من تمام عدله أنه لا يجازيك إلا إذا ظهر منك ما يستحق الجزاء، وليس لأنه كان لا يعلم ثم علم. فيقول هنا في قوله مثل هذا: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول، ليس لأنه لم يكن يعلم، ولكن لكي يرتب الجزاء، لكي يكافئ المستجيب ويعاقب المعرض، فيعبر بهذا فيقول ليعلم كذا وكذا. فهو يقول أنه إذا عبر سبحانه وتعالى وعلق علمه بأمور بعد وجودها كان المراد بذلك العلم الذي يترتب عليه الجزاء. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقال: فأحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لذلك لاحظوا، هذا يؤكد هذه القاعدة. لتمنيت أن الشيخ استدل بهذه الآية في سورة العنكبوت، لو استدل بها لكانت أحسن. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالمقصود بهذا أنه العلم المترتب عليه الجزاء والعقاب، وهذا خلاصة هذه القاعدة، وهي ضابط من ضوابط فهم هذه الآيات بالذات، الآيات المتعلقة بالعلم. نحن نتكلم دائما، نقول في قواعد التفسير أننا لا نفرق نحن في التفسير بين القاعدة والضابط، بينما في قواعد الفقه نفرق بين القاعدة والضابط، أليس كذلك؟ القاعدة هي القاعدة الكلية أو الأغلبية التي تدخل تحتها أمور كثيرة من أبواب كثيرة، مثل قاعدة الأمور بمقاصدها، تدخل في باب العبادات، تدخل في باب المعاملات، تدخل في باب، صح؟ فهذه قاعدة. لكن الضابط هو الذي يكون خاص بباب من أبواب العبادات أو باب من أبواب المعاملات. مثلا على سبيل المثال، يعني يعطونا مثال من الضوابط الفقهية. الأصل في المياه الطهارة. ضابط الأصل في المياه الطهارة. أحسنت، الأصل في المياه الطهارة، هذا يصلح ضابط لأنه خاص بالطهارات في المياه، ما هو قاعدة فقهية في كل الأبواب. ممتاز. في أصول في التفسير أو في قواعد التفسير يقول الباحثون الذين كتبوا في هذا أن هذا ليس خاصا، فضل عبد الله، أن هذا في القواعد الفقهية مقبول، لكن في قواعد التفسير غير مقبول، لأن قواعد التفسير غالبا تكون عامة في تفسير القرآن الكريم كاملا، لكنني أنا في هذه القاعدة سأخالف الدكتور حسين الحربي في هذا، وأقول هذه القاعدة رقم 49 من قواعد الشيخ السعدي تصلح أن تكون ضابط من ضوابط التفسير، ما تصلح تكون قاعدة. لماذا؟ لأنها خاصة بالآيات التي تتحدث عن علم الله في قضايا موجودة، مثل ليعلم الله من يخافه بالغيب، ليعلم الله من وكذا، ليعلم إلى آخره، فهي تصلح أن تكون فعلا ضابط من ضوابط التفسير لتعلقها بنوع خاص من الآيات التي ذكر الله فيها علمه بأشياء بعد وجودها. أيوة، طيب ممتاز. القاعدة 49. القاعدة 49: إذا منع الله عباده المؤمنين شيئا تتعلق به إرادتهم فتح لهم بابا أنفع لهم منه وأسهل وأولى، وهذا من لطفه. قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. فنهاهم عن التمني الذي ليس بنافع، وفتح لهم أبواب الفضل والإحسان، وأمرهم أن يسألوه بلسان المقال وبلسان الحال. ولما سأل موسى عليه السلام رؤية ربه حين سمع كلامه ومنعه الله منها سلاه ولما سأل موسى عليه السلام رؤية ربه حين سمع كلامه ومنعه الله منها سلاه بما أعطاه من الخير العظيم. قال تعالى: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وقوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقوله تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. وفي هذا المعنى آيات كثيرة. يا سلام عليك. القاعدة 49 هي فائدة وليست قاعدة، يقال فائدة أن الله سبحانه وتعالى إذا فتح منع عباده المؤمنين شيئا فتح لهم بابا أنفع منه وأسهل، وهذه القاعدة أو هذه الفائدة فيها إشارة إلى لطف الله سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين،
فالإنسان يطمئن إلى قضاء الله وقدره إذا أعطاك وإذا منعك، فكما تحمده على العطاء تحمده على المنع، فإنه سبحانه وتعالى ما منعك إلا ليعطيك. ولذلك عندما سل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. فهذا فتح للنبي صلى الله عليه وسلم باب الأمل وباب الرضا والتسلية، ثم دلل له على أنه قد أحسن إليك أشياء تعرفها أنت. قال: ألم يجدك يتيما فآوى، صح، ووجدك ضالا فهدى، صح، ووجدك عائلا فأغنى، صح. فإذا هو من هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ، أن الله سبحانه وتعالى من لطفه ورحمته أنه لا يغلق عليك بابا أيها المؤمن إلا ويفتح لك أبوابا إلى الخير. هذه خلاصة القاعدة. ولذلك ذكر قال: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. لا تتمنى المرأة أن تكون كالرجل، تقول: هذا يخطب ويخطب الجمعة ويدرس ويجاهد في سبيل الله ونحن محبوسين في البيوت. لا، لكن أيضا المرأة في قيامها بواجباتها في البيت وقيامها على تربية أبنائها هي تقوم بعمل عظيم جدا جدا جدا. وقد فضل الله سبحانه وتعالى الأم على الأب، وجعل ولم يقل الجنة تحت أقدام الآباء، صح، وإنما الجنة تحت أقدام الأمهات. فهناك فضل للنساء لم يبلغه الرجال، وهناك فضل للرجال لم يبلغه النساء. فلا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، فما منعك شيئا إلا ليعطيك. فإذا هذا هو خلاصة هذه الفائدة التي ذكرها الشيخ حفظه الله أو رحمه الله، أن الله إذا منع عباده شيئا تتعلق به إرادتهم فتح لهم بابا أنفع لهم منه وأسهل وأولى. وهذه فائدة يعني استخرجها الشيخ من خلال قراءته في مثل هذه الآيات التي مرت عليه، وهذا من ثمرة التدبر في القرآن في رمضان. طيب، القاعدة الخمسون. القاعدة الخمسون: آيات الرسول هي التي يبديها الباري ويبتديها، وأما ما أبداه المكذبون له واقترحوه فليست آيات، وإنما هي تعندات وتعجيزات. وبهذا يعرف الفرق بينها وبين الآيات، وهي البراهين والأدلة على صدق الرسول وغيره من الرسل، وعلى صدق كل خبر أخبر الله به، وأنها الأدلة والبراهين التي يلزم من فهمها على وجهها صدق ما دلت عليه ويقينه. وبهذا المعنى ما أرسل الله من رسول إلا أعطاه من الآيات ما عليه مثله آمن البشر، وأما ما آتى الله محمدا صلى الله عليه وسلم من الآيات فهي لا تحد ولا تعد من كثرتها وقوتها ووضوحها، ولله الحمد، فلم يبق لأحد من الناس بعدها عذر. فعلم بذلك أن اقتراح المكذبين لآيات يعينونها ليست من هذا القبيل، وإنما مقصودهم بهذا أنهم وطنوا أنفسهم على دينهم الباطل وعدم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دعاهم من الإيمان وأراهم شواهد الآيات أرادوا أن يبرروا ما هم عليه عند الأغمار والسفهاء بقولهم: ائتنا بالآية الفلانية والآية الفلانية إن كنت صادقا، وإن لم تأتي بذلك فلا نصدقك. فهذه طريقة لا يرتضيها أدنى منصف. ولهذا يخبر تعالى أنه لو أجابهم إلى ما طلبوا لم يؤمنوا، لأنهم وطنوا أنفسهم على الرضا بدينهم وعرفوا الحق ورفضوه. وأيضا فهذا من جهلهم في الحال والمآل. أما الحال فإن هذه الآيات التي تقترح وتعين جرت العادة أن المقترحين لها لم يكن قصدهم الحق، فإذا جاءت ولم يؤمنوا عوجلوا بالعقوبة الحاضرة. وأما المآل فإنهم جزموا جزما لا تردد فيه أنها إذا جاءت آمنوا وصدقوا، وهذا قلب للحقائق وإخبار بغير الذي في قلوبهم، فلو جاءتهم لم يؤمنوا إلا أن يشاء الله تعالى. وهذا النوع ذكره الله في كتابه عن المكذبين في آيات كثيرة جدا، كقولهم: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، وقوله: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، إلى آخرها. وأيضا إذا تدبرت الاقتراحات التي عينوها لم تجدها في الحقيقة من جنس البراهين، وإنما هي لو فرض الإتيان تكون شبيهة بآيات الاضطرار التي لا ينفع الإيمان معها ويصير شهادة. وإنما الإيمان النافع هو الإيمان بالغيب، فكما أنه المنفرد بالحكم بين العباد في أديانهم وحقوقهم، وأنه لا حكم إلا حكمه،
وأن من قال ينبغي أو يجب أن يكون الحكم كذا وكذا فهو متجرئ على الله متوثب على حرمات الله وأحكامه، فكذلك براهين أحكامه لا يتولاها إلا هو، فمن اقترح شيئا من عنده فقد ادعى مشاركة الله في حكمه ومنازعته في الطرق التي يهدي ويرشد بها عباده، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. بارك الله فيك. الحقيقة كلام المؤلف هنا في غاية الأهمية، ولكن فيه تنبيه. هو يريد الشيخ رحمه الله أن يتحدث عن الآيات، آيات الأنبياء التي نسميها اليوم إيش؟ معجزات. نسميها اليوم معجزات الأنبياء، وإن كان القرآن لم يسميها معجزة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسميها معجزة، ولكن نحن سميناها معجزات لأن انتشر في عند العلماء تسمية آيات الأنبياء التي تظهر على أيديهم معجزات. فيقول أن آيات الرسول هي التي يبديها الباري ويبتديها، وأما ما أبداه المكذبون له واقترحوه فليست آيات وإنما هي تعنتات وتعجيزات. الحقيقة العنوان خطأ، العنوان هنا خطأ. نعم، كيف؟ الآن الآية هي ما يظهره الله على يد نبيه لإثبات نبوته، مثل آية موسى عليه الصلاة والسلام قال فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى. وش هي آية الكبرى لموسى؟ هاي أبو وليد العصا، صح؟ طيب، وأيضا كان يدخل يده في جيبه تخرج بيضاء. طيب، موسى لما جاء إلى فرعون قال فأتي بآية إن كنت من الصادقين، صح؟ وش الآية اللي تدل على أنك صادق أنك رسول؟ لأن الرسول عندما يأتي ويقول أنا رسول الله هذه دعوة كبيرة، ما هي بسيطة. الآن افرض واحد جاك الآن واتصل عليك وقال أنا مرسول لك من الملك، تصدق على طول؟ صح؟ تقابله وتتأكد وتشوف بالضبط وش الدليل أنه مرسول من الملك، صح؟ إذا جاب لك خطاب من الملك أبو وليد وجاب لك اسم الملك بس ما في التوقيع، تقبل يا أبو وليد؟ متشكك، صح؟ ما تقبل خطاب إلا لازم يكون موقع، صح؟ حتى هو موقع تشك هل هو توقيع حقيقي ولا ما هو توقيع مزور، صح؟ طيب إذا صارت موقع ومختوم بختم من الديوان الملكي زاد الثقة، صح؟ وش التوقيع والختم والرقم الصادر والوارد كلها هذه من أجل ماذا؟ من أجل التطمين التوثيق حتى تعرف أنها حقيقة. طيب افرض أن كل هذه ما زلت في شك، فإذا بك تذهب وتقابل الملك شخصيا ويقول نعم هذا خطاب مني وهذا تكليف، يصبح هذا قطع كل هذا، صح؟ طيب يجيك واحد يقول أنا رسول من الله، كيف تتأكد أنه رسول من الله؟ لا تستطيع تتأكد من الله ولا شيء، لأن الله غيب ما تستطيع أنك تتأكد منه. طيب كيف تثبت أنك صادق؟ لازم يكون عندك آية قاطعة للعذر بحيث اللي ما يمكن يصدق يصدق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث كما ذكره الشيخ ما من نبي من الأنبياء إلا وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، يعني حاجة مقنعة، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. إذن الآيات التي أرسل الله بها الأنبياء هي آيات مقنعة جدا، والذين يكذبون بها مخطئون ومعاندون. طيب ممتاز الكلام هذا، هل هي آية واحدة؟ أحيانا تكون آية واحدة، أحيانا آيتين ثلاث أربع لقطع العذر. ولذلك موسى عليه الصلاة والسلام جاءته آيات كثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم جاءت آيات كثيرة، حتى اللي باقي في نفسه أي شك يروح، لأن الدعوة التي جاء بها النبي دعوة كبيرة، هذا يقول أنه مرسل من السماء. أيوة ممتاز جدا. طيب هنا الشيخ يقول ماذا؟ يقول آيات الأنبياء هي التي جاء بها النبي ابتداء دون طلب من قومه، حلو.
أما الآيات التي جاءت بطلب من قومه ليست آيات، نقول للشيخ خطأ، لا، حتى الآيات التي جاءت بطلب من قومه إذا جاءت فهي آية ومعجزة. لكن الشيخ لا يقصد هذا، بس تعبيره في العنوان يدل على هذا، نحن نصحح هذا فنقول لا، أما ما أبداه المكذبون له واقترحوه فليست آيات، وإنما يقصد الشيخ الآيات التي طلبها المكذبون، قالوا جب لنا طيب كذا، جب لنا كذا، طيب ما جابها الرسول، هل هو معناها أنك كذاب؟ لا. ولذلك المشركون قالوا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، طيب، أو ترقى في السماء، وحتى لو رقيت ما نصدقك، قال ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ، طيب أنا جبت لكم كتاب صح؟ قال الله ما عليك منهم هذولا، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، أنا من وين أجيبها لكم، أنا بشر ولا أستطيع أن أتي لكم إلا بشيء الله أرسل لي، واضح؟ طيب عدم وجود هذه الآيات هل يدل على أن الرسول ليس رسولا صادقا؟ أيوة، هذا كلام الشيخ الشنقي الشيخ السعدي يريد أن يقول عدم مجيء هذه الآيات التي يطلبها هؤلاء المعاندون ليس دليلا على تكذيب الرسول. فإذا هذه نسميها تعنتات وتعجيزات، كلام صحيح. أنا أريد أن أضيف شيء، الآن مسألة تسمية معجزات الأنبياء بالمعجزات فهو سائغ، لأن المقصود بالمعجزة هي الآية، الله سماها آية وسماها بينة وسماها سلطان ونحن نسميها معجزة. كل آيات الأنبياء السابقة يا شباب قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانت آيات حسية فقط، حسية يعني أشياء مشاهدة بالعين المجردة، عصا، ناقة، حاجات زي كذا يعني. ولذلك معجزة صالح كانت الناقة صح؟ يعني خرجت لهم ناقة عظيمة من صخرة، كانوا يستهزئونهم بصالح يقولون طيب تدري تريد نصدقك؟ قال نعم. قال نبغاك تطلع لنا من الصخرة هذه ناقة كبيرة، يستهزئون فيه، فخلق الله من تلك الصخرة ناقة عظيمة جدا جدا تشرب الموية اللي يشربون كلهم في يوم، صاروا مشكلة، وكانت عندهم مشكلة في المياه، صارت الناقة تشرب الموية يوم وهم كلهم مع حيواناتهم يشربون اليوم الثاني، قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. وبعد ما جاءت الناقة وهم طلبوها بهذه المواصفات كذبوه وتآمروا على قتل الناقة صح؟ فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، وقال الله سبحانه وتعالى في سورة الشمس، الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، قال إذ انبعث أشقاها. حلو الكلام، نحن نسمي معجزة صالح معجزة وهم طلبوها فهي آية عظيمة. معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الكبرى كانت عقلية وليست حسية، وهذا نادر في الآيات الأنبياء، المعجزات السابقة كلها حسية. ولذلك معجزة موسى عليه الصلاة والسلام هي العصا، هي القمل، الجراد، الضفادع التي ذكرها الله. أما شريعته ففي التوراة، التوراة التي جاء بها موسى فيها الشريعة لكنها ليست معجزة، ولم يتحدى الله بها بني إسرائيل ولا شيء. لكن يوم جاء النبي صلى الله عليه وسلم جاءت الشريعة مع المعجزة في نفس القرآن، فكان القرآن الكريم هو المعجزة الكبرى وهو في نفس الوقت الشريعة. نحن الآن جالسين نتفقه في القرآن الكريم كيف نستخرج الأحكام والشريعة منه صح، وفي نفس الوقت هو المعجزة، ما حد يقدر يسوي زيه ولا حد يقدر يتكلم بكلام زيه أبدا. ولذلك نحن الآن نقرأ القرآن الكريم ونحفظ القرآن الكريم ونتدارس القرآن الكريم تماما مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، نفس الآيات نفس المضمون، فهم كما اقتنعوا به نحن اقتنعنا به،
كما آمنوا به نحن آمنا، يتفقهون نتفقه فيه، تكلموا في تفسير نتكلم في تفسير. هذا سيؤدي إلى ماذا؟ إلى كثرة الدخول في الإسلام، لأن هذه الحجة والمعجزة ما زالت مستمرة، كما آمن بها المتقدمون آمن بها المتأخرون. ولذلك أحمد شوقي رحمه الله أخذ هذا المعنى الجميل وقال في مدح النبي صلى الله عليه وسلم في نهج البردة: جاء النبيون بالآيات فانصرمت. وين هي عصا موسى اليوم؟ أحد منكم شاف عصا موسى يا شباب؟ ما هي موجودة حتى في المتاحف العالمية، مع أن المتاحف في مصر احتفظت بجثة فرعون وأشياء قبل فرعون، موجودة في المتاحف المصرية أشياء قبل أيام الفراعنة، وعلى يعني كلام المصريين 7000 سنة، ما أدري كيف حسبوها، قبل 7000 سنة. أيوة. فالشاهد أنه الشاهد أن عصا موسى وناقة صالح وهذه المعجزات الحسية ذهبت. قال: جاء النبيون بالآيات فانصرمت، وجئتنا بكتاب غير منصرم، آياته كلما طال المدى جدد، يزينهن جلال العتق والقدم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، لأنه كان يعني قال: وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، يعني معجزة عقلية، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، لأن هذه المعجزة مستمرة. طيب، خلاصة هذه القاعدة التي يريد أن يقولها الشيخ أن ما يظهره الله على يد أنبيائه هو معجزة، هو آية، سواء كانت ابتداء أو كانت بطلب من قومه. وأما التعنتات التي يطلبها قومه المكذبون والمعاندون ثم لا تحقق لهم فليس تخلفها دليلا على كذب النبي أو على عدم يعني نبوته، وإنما نسميها تعنتات من هؤلاء المكذبين. بس هذا هو المقصود بهذه القاعدة، وهي قاعدة جميلة، ليست على كل حال قاعدة تفسيرية، لكنها ضابط من ضوابط فهم المعجزات في القرآن الكريم. ولعلنا نتوقف هنا ونواصل إن شاء الله من القاعدة 51 أو في الدرس القادم. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.